حبيبتي خوانيتا، حذاري من التعاون مع الديدان. آخر عبارة سمعتها شقيقة فيدل كاسترو منه عام 1962. خوانيتا صغيرة العائلة ومدللة أخيها الزعيم، خاب أملها بالثورة الكوبية كما عبرت في معظم حياتها التي توقفت قبل أيام عند 90 سنة. كانت جزءا من نضال عائلة كاسترو لاقتلاع حكم فوليجيسيو باتيستا. وجهت سؤالا إلى فيديل عن موعد الشروع في نشر الديمقراطية، ابتسم وأدار وجهه، ثم تلاحقت الأخبار عن طرد الزعيم الجديد لشركائه في الثورة، ليعلن بعدها على الملأ الماركسية اللينينية في البلاد. خاب أمل خوانيتا، راحت تلتقي بالمناهضين للشيوعية في منزلها. حذرها كاسترو من التعاون مع الديدان، وهو مصطلح أطلقته الحكومة على معارضي الثورة. نصحتها زوجة سفير البرازيل في كوبا بلقاء أحد عملاء الاستخبارات الأمريكية CIA في العاصمة المكسيكية عام 1961. قبلت بالتعاون، ولكن بشرط عدم استخدام العنف ضد إخوتها بأي شكل، وأنها لا تريد مقابلاً مادياً لهذا التعاون، بل تريد انتصار الديمقراطية في كوبا. أدخلت سراً وثائق ورسائل وأموالاً من CIA في علب الطعام إلى البلاد. كانت تشعر بخطر داهم، تحمي نفسها بظل والدتها التي توفيت لاحقاً، وصار الهرب وسيلتها الوحيدة للنجاة. ذهبت إلى المكسيك ومنها إلى أمريكا. ظنها الكوبيون في ليتل هافانا في ميامي أنها جاسوسة عليهم، لكنها بعد افتتاح الصيدلية ونشاطها المعلن نالت ثقتهم، واشتهرت بعبارة أن أشقاءها الطغاة حولوا كوبا إلى سجن ضخم محاط بالمياه. أوقفت التعاون مع المخابرات نهائياً عام 1969، ونالت الجنسية الأمريكية عام 1984. تختلس خوانيتا النظر من خلف الستارة لرؤية أولئك المحتفلين قرب بيتها بمرض الموت لفيديل كاسترو. تألمت وقالت إن أخي كان ديكتاتوراً وأتفهم مشاعرهم، ولكن لا أستطيع أن أحتفل بموت إنسان، فما بالكم بشقيقي. عاشت ولم يعرف أحد من الكوبيين أن يصنفها، ما إذا كانت مناضلة أم خائنة لجزيرة كوبا التي غادرتها ولم تعد إليها حتى وهي جثة.